أما في الجهة المقابلة ننتظر عائلة الحناوي. هذه العائلة اللي كانت الأولى في كسر رقم القياس في تحدي أشكال وألوان في المرحلة الأولى من البرنامج، لما أنهوا التحدي بس ب 57 ثانية. خلاص خلصنا، فزنا. الحمد لله. رقم قياسي ترى. لكل فرد من أفراد هالعائلة دوره. الأم أسيل تفوقت في وصف التحديات اللغوية. بحريحة، مسارح. الحرف المحذوف حرف الحاء. إلا أن في المسائل الرياضية المسؤولية تقع على الأب أمجد كونه مهندس كهربائي، وكذلك على ابن الأكبر خالد. 111. برافو، جواب صحيح. 3 تقسيم نصف بين قوسين. طيب 3 تقسيم نصف يصير 6. 9 زائد 6 15. وهنا تجتمع كل هالنقاط في سبيل الفوز، واللي تخلي من عائلة الحناوي منافس ما يستهان فيه. قارب أو سفينة. برافو عليك. العائلة اللي تأهلت إلى الربع نهائي كانت عائلة حناوي. فهل راح يتمكنون من تدارك أخطائهم الماضية وحفظ مكان لهم في مرحلة النصف نهائي؟ نحن فريق، فالفريق كله أخطأ والفريق كله فاز. جاهزين اليوم للمنافسات؟ جاهزين.